أربعة، تجلي عقائدي بالمعاد، موجود بزيارات الحسين. أكرر، تجلي عقائدي بيش؟ بالمعاد، موجود بزيارات الحسين. بس تقولي وين موجود؟ باوعني، انتبه لي. ما أخرج عن زيارة وارث، أبقى ضمن حدود زيارة وارث، حتى نسيطر على الكلام، وإلا زيارات الحسين كلها تحتاج إلى شغل كثير ما عندنا وقت، وهي تستحق ذلك وتستحق أكثر. المهم خلينا بزيارة وارث، ما أدري إذا نريد نقسم زيارة وارث، نريد نسوي له تقسيم، نسوي تقسيم، هذا تقسيم من التقسيمات. هسه أنت عندك تقسيم آخر يا ريت تفيدني به، الأخ عنده تقسيم ثالث للزيارة من جهة أخرى يا ريت ينفعنا به، جزاه الله خير. هذا تقسيم بجهة من جهات التقسيم، حيثية من حيثيات التقسيم، أنت تقسمها بطريقة أخرى لا بأس، نستفيد نتعلم، ما عندي مشكلة. هاي تقسيم من التقسيمات، زيارة وارث إذا أريد أقسمها. ستقول لي مو إحنا بتجلي المعاد، إيش جابك على التقسيم؟ أقول مو هو هذا، هو التقسيم يوصلني للمعاد، هو أنا جايبه حتى أوصل وين؟ للمعاد، بس بشكل منظم، هو هذا. أنت بس صبرك علي وابقى وياي. إذا أريد أقسم زيارة وارث، واحد سلام على الحسين الوارث للأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ولهذا أنا مرة قلت في بحث من الأبحاث العامة والعام ما أذكر، أنه الحسين بحركته من المدينة الكربلة استحضر ملف ملفات الأنبياء في القرآن، استحضرها، وهذا مقصود، الحسين وارث في الأنبياء. يعني شو الحسين يطلع من المدينة يتلو قوله تعالى فخرج منها استحضر ملفا موسويا، حسين سن يوصل إلى مكة يتلو توجه تلقاء مدين ملف موسوي، الحسين سنو مثلا زهير بن القين يخطب يقول له تركهم وانت أديت ما عليك وحالك حال مؤمن آل فرعون، ويقرأ له آية من آيات مؤمن آل فرعون يستحضر ملف مؤمن، هذا مو ملف نبي بس ملف قرآني بالنتيجة. الحسين شنو يوم العاشر يقرأ آية من آيات نوح أجمعوا أمركم كذا ولا تنظرون إلى آخر الآية، يستحضر ملف نوح في يوم عاشوراء. ليش الحسين شنو معناها على الرمح يستحضر ملف أصحاب الكهف؟ أم حسبت أن أصحاب الحسين ليش يستحضر إن ولي الله الذي نزل الكتاب ملفا محمديا؟ الآية مرتبطة بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله، ليش يستحضر الحسين هذا الملف المحمدي في حركته العاشورائية في قيامه العاشورائي الكربلائي؟ ليش يستحضر ملفا محمديا؟ وليش يستحضر ملف نوح؟ وليش يستحضر ملف موسى؟ وليش يستحضر ملف مؤمن آل فرعون؟ وليش يستحضر ملف أصحاب الكهف وملفات أخرى الآن ما استذكرها؟ الحسين ليش يطلع من مكة ويجون شرطة هذا الأشدق يردوني من عون الحسين من الخروج، فيصير أكو مناوشات بينهم وبين اللي مع الحسين، والحسين يستحضر هم ملف الله يخاطب به النبي يقول له قل للمشركين مثلا لي عملي ولكم عملكم أنا بريء أنتم. الحسين يستحضر ملف مرتبط بجده صلى الله عليه وآله وأعداء جده من المشركين، والحسين استحضر هذا الملف أيضا. شوف هاي كم ملف لحد الآن استحضره الحسين، كلها ملفات قرآنية أكثرها مرتبط بالنبوات، بعضها مرتبط بحركات القيام لله حتى وإن كان من غير الأنبياء من الأولياء مثلا كأصحاب الكهف يو مؤمن آل فرعون يو غير ذلك. الأمر الأول، القسم الأول من زيارة وارث، ملف سلام على الحسين وارث الأنبياء كلهم. وقتلت الحسين ورثة الطواغيت كلهم، هذا القسم الأول من زيارة وارث.